رحيم احنا عندنا اجتماع ان شاء الله مع اعلام المصريين وكلموني لحد الاثنين عشان نحدد موعد بدء القناه. الاجتماع اللي هو بيسموه بقى المكتب التنفيذي هو في اثنين من عندهم يا استاذ فتحي واثنين من عندنا وانا رئيس مجلس الاداره، شرفت ان انا رئيس مجلس الاداره. لكن قبل ما نبدا الاجتماع بتاعنا هو كان في اتفاق مع اعلام المصريين لينا كلنا ان احنا نوقف البرنامج، محدش يعمل فيديوهات ولا مداخلات حتى انا. لكن انا مضطر طبعا اتكلم النهارده مع احترام الاعلام المصريين والاتفاق اللي بيني وبينهم. الموضوع زاد وزاد عن الحد. عايز اقول لك لا بقطر وتركيا بالجزمه القديمه. ثاني بالجزمه القديمه. وانا سعيد بالفيديو اللي انتوا عملتوه امبارح دوت، حلو بتكلف بس يا غبيه ده جاي من تركيا. وانا جبت انه جاي من تركيا وانا عمري ما رحت تركيا. تمام. انا مش هتكلم عن رجلتي طبعا عشان عيب يعني، لكن نسال امهاتهم، يعني نسالوا امهاتهم ايه مرتضى منصور ده. بالنسبه للاخ اللي طلع قال احنا واخد ساعات وفلوس وهدايا يعني من الاخ ترك، لا انا عايز الاخ ترك يطلع يقول ماركه الساعه اللي انا خدتها منه وخدت منه ايه. أنا ردودي ما بتبقاش على عيال صغيرة. الحقوق بتتاخد بطريقين، يا نيابة عامة قانون يا إما موت. لغاية عند معالي النائب العام لسه جايبها دلوقتي مستعجلة، وخيره من الفيديو اللي اتعمل امبارح. الآدي يا تتحبس يا هتموت، مفيش إدارة عندي خالص. الرقاصة السافلة اللي بتقول لك هو مختفي فين؟ أنا مش مختفي، هطمك. انما زي ما دخلتك السجن قبل كده وضربت بالشباشب من نسوان جوه السجن وحبستك هيتكرر. فانا مش شاغل بالي دلوقتي لان في نائب عام محترم. في نائب عام محترم، انا لسه جاي من عنده دلوقتي. تمام؟ هتعرف انا ساكت ليه؟ لما تتحبسي. ما اتحبستيش انت والكلاب الثلاثه. الكلب اللي اسمه احمد سعيد، والكلب اللي اسمه عبد الناصر، والكلب اللي اسمه ابو معطي، والكلب اللي بيدفع لكم فلوس بحراتكم. خلاص؟ في حبه بتتاخد بالدم. كلامي واضح. كلامي واضح، ويا محمود يا خطيب اوعى تفتكر كل الناس زيك. ويا اردوغان ويا كلب قطر تميم، انا عارف الملايين عماله تترمي تحت الجزم، تعمل فيديوهات تعمل شتمات وثلاث اربع عيال دول، ما فيش عندي مشكله. ولا يهز شعره من راسي. نائب عام محترم في امن دوله، في مخابرات، الاجهزه كلها خدت خبر. تمام؟ خدت حاجه بالقانون، خدت، ما خدتوش ارحم لكم تتحبسوا. كلام واضح عشان نقفل ايه الصفحه. يا اخي تركي انا خدت منك فلوس او ساعات او هدايا، من فضلك اطلع قول لي فين. ما انت ده انت مصور كل حاجه. يعني الاهلي لما خد في صلاح مش كده برضه؟ لما خد ساعات انت مركز ساعه عندك مش مرتضى منصور. وانا ردي طبعا برضو على السيد تركي الشيخ، انا ردي ممكن يسيء العلاقات المصريه السعوديه، وانا بحافظ على العلاقات المصريه السعوديه اللي الخطيب بوظها هو قال الصيع اللي كانوا بيشتموا الراجل، وانا سافرت السعوديه وانتوا كلكم كنتوا معايا ورجعت العلاقات تاني، فمش سبب في افسد العلاقات. لكن لكل شيء حد، والمفاجات قادمه على جميع المستويات. حكى كريم تاف فؤاد الجاي على جميع المستويات، وانا مش ساكت خوف ما عنديش راسي بطحه. تمام؟ لا احنا كنا متفقين مع اعلام المصريين محدش يعمل اي مداخلات او فيديوهات. تمام؟ ده واحد. اثنين انا بتكلم عن مكشوف، امن الدوله والمخابرات اللي ما تتكلمش انت ده. شكرا. بتكلم عن مكشوف اهو، امن الدوله والمخابرات. سيد مرتضى حقك هتاخده بالقانون. ما خدتش حقك بالقانون هيبقى فيه دم. بقول واضح اهو. والكلام ده قلت لهم ما عنديش هزار، انا ما بطلبش المستحيل. حضرتك اتكلمت عن عرض وعن شرف ناس محترمه، مش لما مؤاخذه مره ماتت في السجن اسمها ماجده قضيه دعاره. ها؟ بتتكلم عن ناس محترمه. هوانم بجد، شريفات بجد، هم دي المحصنات الغافلات المؤمنات اللي بجد. خدنا حقنا بالقانون. لسه كنت معاني النائب العام النهارده، كنت عنده الاسبوع اللي فات، وطبعا الحاجات دي بتروح لمباحث الانترنت، معظمها رجع. ايوه هم دول وقايلين الكلام ده كله، وعايز اشوفهم في النيابه يوم ما يروحوا ان شاء الله. فانا مش ساكت وما بسيبش حقي، واعتذر لاعلام المصريين ان انا خالفت
العهد والوعد ان انا ما اعملش اي فيديوهات، كانوا عايزين يعملوا لي برنامج يومي. برنامج يومي ده يعني معناها هيبقى يوم كل يوم دمار شامل لناس اصلا اللي شاذ واللي شاذ يعني ما شاء الله. هنبدا الاجتماع بتاعنا، بس حبيت اوضح. انا بشكركم طبعا.